مشاهدينا سلام الله عليكم اهلا بكم في موجز لاهم الانباء. وجه حرك بدون اسم بيانا لرئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين استنكر من خلاله التوقيع على اتفاق الصخيرات محذرا من العوده لحوار الامم المتحده مهما كانت التعديلات. واكد الحرك يوم السبت في بيان له رفضه لحوار الامم المتحده ومخرجاته بما فيها ما وصفها حكومه الوصايه. وشدد على ضرورة العودة إلى الدستور الليبي المعدل عام 1963 وتعديله وتجميد عمل الأحزاب وطلب الحرك بالسعي لاتخاذ خطوات عملية وسريعة تضمن إنقاذ ليبيا وتحفظ كيانها وسيادتها وتحفظ التضحيات التي قدمت من أجل بناء الدولة على الأسس والمبادئ التي يطمح لها كل أبناء الشعب الليبي أكد مجلس حكماء وأعيان مصراتة على مراقبته لما يقوم به تنظيم دولة البغداد الإرهابي الذي يسيطر على مناطق الوسط الليبي ويعيث فيها فسادا من قتل وتفجير وذبح وتخريب وأوضح المجلس في البيان بأن ما يقوم به الدواعش عمل لا يمت إلى الشرع والدين والأخلاق بأي صلة ولا علاقة له بالدين الإسلامي وأن تسميتهم بالدولة الإسلامية خطأ كبير وينبغي عدم الانجرار خلفه أو التساهل فيه وهو خطأ يسيء إلى الإسلام والمسلمين وبينوا في بيانهم بأن أتباع البغدادي هم مجموعة خارجة عن القانون وواجب محاربتهم وتطهير الوطن منهم هو واجب كل الليبيين دون استثناء أصدر مجلس شورى ثوار بنغازي بيانا يصف فيه حكومة البعثة الأممية بالمتآمرة مع الغرب، وأوضح شورى بنغازي في بيان له السبت الماضي أن الحوار الذي رعته بعثة الأمم المتحدة ما هو إلا حوار مع جسمين بعضهم من بعض، وأكد شورى بنغازي أن ما حدث في الحوار هو إعداد لتنصيب طاغوت جديد، الغاية منه أن يلفظ بطلب التدخل الغربي العسكري في البلاد حسب وصف البيان. واعتبر البيان أن محاولات وشعارات واعتراضات المعترضين على الوفاق لن تفيد موضحا أن القوم قد أجمعوا أمرهم وأحكموا مكرهم على تنصيب من وصفوه بالخسر يواصل اعضاء لجنه العمل المباثقه عن الهيئه التاسيسيه لصياغه مشروع الدستور عقد جلساتهم لاجراء المراجعه الاخيره على المسوده وقالت مقرره لجنه العمل نادي عمران يوم الاحد لوكاله انباء التضامن انه من المتوقع ان تكون المسوده جاهزه يوم الاربعاء القادم واضافت عمران ان النصوص المسوده لا زالت قيد المراجعه مرجحه حدوث تعديلات في موادها ككل يشار الى ان مسوده الدستور بالكامل ستخضع للتداول داخل الهيئه عقب خروجها من لجنه العمل قامت فرقة من المشاة وجهاز المباحث الجنائية والفرقة التاسعة وكتيبة الشهيد صلاح البركي التابعة لمكتب أمن أبو سليم باستعراض أمني عسكري في ميدان شهداء السبت وأكدت الفرق والأجهزة الأمنية خلال الاستعراض استعدادها لتأمين مداخل ومخارج العاصمة طرابلس ومحاربة كل من يهدد مصالح الدولة وجاء هذا الاستعراض من باب المجاهرة بالأمن والأمان هذا ويشار إلى أن الفرقة الأولى التابعة لوزارة الداخلية وكتيبة ثوار طرابلس قاما باستعراض عسكري أمام مقر الفرقة واتجها إلى ميدان الشهداء أحيا المكتب الوطني لمكافحة الأمراض اليوم العالمي لمكافحة مرض الجدام اليوم الأحد بقاعة بشير السعداوي بمدينة الخمسة هذا وقد حضر الاحتفالية عميد بلدية الخمس خالد بن نور ومدير المكتب الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حسين بن عثمان وبعض من الأطباء المتخصصين من مستشفيات ميلاد ومصراتا وزليطن يشار إلى أنه قد تم عرض شريط مرئي عن مرض الجدام وكيفية علاجه والوقاية منه والإجراءات المتخذة ضده ختم الموجز إلى اللقاء